من أخطائهم عند الفاتحة بالذات اللحن في كلمة آمين، فيقصرون في مكان المد ويمدون في مكان القصر. الشيخ قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الناس يقولوا ايه آمين غلط، فقالش كده، بتمد مد البدل 6 حركات فتقول آمين، لا ده خطأ لغوي بين. مد البدل هنا يمد 2 حركات فقط، فتقول ايه آمين مش آمين، اعكس اعكس آمين آمين. ده 99% من المساجد المصلون فيها يخطئون في نطق كلمة